الصوت واضح؟ حاليا اوكي. استاذ حمد، الصوت واضح، وتفضل بمحاضرتك اللي هي استخدام برنامج الاو بي اس لتسجيل المحاضرات الالكترونيه فيديويا. تفضل استاذ حمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن أعتذر عن الخلل الفني اللي حصل بالحاسبة، ما أدري أكثر مشكلة تقنية وقدرنا الحمد لله نحلها. المحاضرة بعنوان تسجيل استخدام برنامج أو بي إس لتسجيل المحاضرات الإلكترونية فيديوية. أهمية هذا البرنامج تكمن في كونه برنامج سهل يمكن المحاضر من تسجيل المحاضرة إلكترونياً، خصوصا مثل ما تعرفون احنا بالظرف الحالي نعتمد التعليم الالكتروني كوسيله للتواصل مع الطلاب. مو فقط هو تسجيل المحاضرات، وانما تسجيل اي فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي او اي منصه تواصل اخرى. انا ارحب بكم وياكم بتسجيل. وليش اختارنا بالمناسبه، ليش اختارنا برنامج او بي اس؟ كثير من البرامج تستخدم لتسجيل تسجيل الفيديو عن طريق تسجيل الشاشه وغيرها. هذا الخيارات اللي موجوده بالاو بي اس مثل الواجهه التطبيقيه سهل التعامل معها، واي شخص ممكن ان يكون يستطيع ان يسجل المحاضره مالته فيديويا. وكذلك هذا البرنامج هو مجاني، يعني ما تحتاج ان تستخدم تشتري هذا البرنامج او تسجل برقم تسلسلي مو صحيح، وممكن ان تتعرض لمساءله قانونيه. راح ابدي وياكم من الخطوات الاولى اللي هي انشاء بروفايل، اللي هو تحميل الفيديو. بصراحه احنا نقدر نحمل الفيديو عن طريق الانترنت. نكتب OPS Studio، راح تظهر لنا الصفحة اللي نحمل عن طريقها. نروح إلى خيار داونلود تحميل، نختار الأوبريتنج سيستم اللي نشتغل عليه نظام. فإذا كنا نشتغل ويندوز نشتغل هذا النظام، وإذا كنا نشتغل أنظمة اي او اس او ابل نستخدم هذا، واللي يستخدم لينكس يروح على هذا الرابط. وكذلك اللي يشتغل بالويندوز اذا كان 64 بت راح يستخدم هذا الرابط، اما اذا كان 32 بت فيستخدم هذا الرابط. وبعد ما يتنصب البرنامج راح يظهر عندنا الواجهه مالته اللي هي هذه الواجهه في البرنامج. هذه واجهه البرنامج اللي قاعد تشوفونها. الجزء المهم بالبرنامج هو هذا الجزء الاسفل اللي هو سين، اللي هو المشهد، والسورس اللي هي الوسائط اللي تستخدمها حتى تقدر تحصل على محاضره. هنا الصوت والمكسر مالتنا، وهنا انتقال بين المشاهد، وهنا مسيطرات تبدا تسجل وتوقف التسجيل، وعندك ايضا اعدادات البرنامج. راح ابدي وياكم كانه انا مستخدم جديد للبرنامج واريد اتعلم، فنبدي اول شيء نبدي بالقضيه الاهم، والا وهي انشاء بروفايل خاص بي. البرنامج بالبدايه يعطينا مثل ما تشوفون هذا Untitled Profile، يسميه فوق اذا تشوفون هذه المؤشر ربما يبدو صغير، لكن بالاعلى بروفايل اسم البروفايل Untitled. هذا خيارات البرنامج، فاني اسوي بروفايل خاص بي. ليش اسوي بروفايل خاص بي؟ ربما اكو اكثر من شخص يستخدم هاي الحاسبه، فاني البروفايل مالتي ما اريد احد يستخدمه وغير الخصائص اللي موجوده به، لان هاي خصائص خاصه بي. فلذلك انشئ بروفايل خاص بي، فانشئ بروفايل نيو اسميه، ممكن اسميه باسمي. اسميه باسمي هذا البروفايل حتى اللي يشوفه يقدر يعرف انه هذا البروفايل خاص بي. يعني فسميته حمد، انتقل بي حاليا البرنامج الى البروفايل الخاص اللي انا اشتغل فيه. البروفايل يتحكم بكل خصائص البرنامج، لكن المشاهد واللي احنا بنشتغل عليها واللي الفيديو اللي بننشئه هناك ما يسمى بالسين او المشهد هو اللي يتحكم بها. فشيء شيئا احنا لازم ننشئهم بالبدايه، اولا بروفايل خاص بي، وثانيا سين خاص بي.
مشهد خاص بي، فأيضا أنشئ سين خاص بي وأيضا أسميه باسمي. تحب تكتبه بالعربي أو بالإنجليزي ماكو مشكلة. هذا أنا كنت بشتغل سابقا بالسين السابق اللي هو مسمي هوم، هذا الشغل السابق مالتي، لكن أنا من انتقلت إلى سين جديد خاص بي اختفى كل الشغل اللي كان موجود هنا. فهسه هذا أنا قاعد أبدي من الصفر، السين مالتي هنا فارغ، السورسز ما بها أي شيء، الأوديو فارغ والسين ترانزيشن أيضا فارغ. فراح أبدي وياكم خطوة خطوة شلون أنشئ محاضرة وأنشرها على الفيديو. بالمحاضرة ممكن أن نحتاج في البداية عنوان المحاضرة. عنوان المحاضرة أنا أرتبه على شكل، ممكن أرتبه على شكل صورة. فش يحتاج لهذا المشهد الأول؟ يحتاج لي أن هناك صورة بها اسم المحاضرة، وكذلك إمكانية أن أتكلم، يعني أضيف خيار اللي هو إمكانية أن أتكلم اللي هو Input Audio. هنا شوفون السين المشهد الأول، هنا نضيف شنو اللي نريد نسويه حتى يمكننا من إنتاج مشهد. فالمشهد الأول قلنا إحنا نحتاج أن نكون صورة بها عنوان الفيديو، create new، هنا راح ينطينا خيار إنشاء إضافة صورة. خلي أوضحها من البداية، هاي العلامة اللي هي البلاس زائد تعطينا شنو الوسائط اللي تمكننا من إنشاء فيديو خاص بينا. فهنا إذا نقدر نضيف صوت، هنا إذا أريد أخلي المتصفح الإلكتروني مثل جامعة تكريت، صفحة جامعة تكريت أخليها هنا. هنا color source يعني تشوفون الشاشة سوداء، ممكن أغير بيضاء أو خضراء أو أي لون آخر. Display Capture هذا يصور لسطح المكتب مال حاسبتي. Game Capture هذا بالنسبة للي ينشون ألعاب إلكترونية وينشونها Image صورة، أنا أريد صورة خليها بالبداية اللي هي عنوان محاضرتي. فراح ينطيني خيار إما أن أجيب صورة جديدة وإما أستخدم صورة من الصور القديمة اللي أنا مستخدمها سابقا. فأنا أختار Create New، يعني أريد صورة جديدة ما مستخدمة سابقا، يعني ما مستخدمها أنا سابقا. راح يفتح لي صفحة يمكنني من خلالها الذهاب للحاسبة واختيار الصورة اللي أريدها. ثاني راح أروح الصورة اللي أنا محضرها مصنعاً كعنوان للمحاضرة، أدخل الصورة. هذا هسه دخلت للشاشة، هاي الشاشة مالتنا اللي لاحظها بالأخير، هاي الشاشة. هاي صارت عندي صورة، ولاحظ أن الصورة الأطراف مالتها دلالة على أنه قابلة للتعديل والتغيير مكانها أو حجمها. فأني ممكن أخليها بالنص وممكن أكبرها بحيث تغطي كل الشاشة. شلون أغيرها بحيث تغطي كل الشاشة؟ أنا لاحظ هذا الأمر ينطبق على الصورة وعلى الفيديو وعلى أي شيء آخر. إذا أكبرها هيك يعني بهذا الاتجاه راح تصير أكبر من الحجم الطبيعي، لأن هي صورة ثابتة الأحجام. فشلون أتعامل وياها بحيث تغطي لي كل الشاشة؟ أنا أعرف هاي الشاشة مالتي أبعادها 1920 في 1080. فأجي للإيمج الصورة، أقولها Transform Edit Transform، أروح على أبعاد الشاشة، لاحظ إنه أبعادها 1363 في 417. لكن أنا أبعاد شاشتي هي 1920 في 1080. أي صار؟ نا ال الأبعاد مال هذا الأقواري مو صح، أنا في الخاص بي مو الرفايل الخاص بي، فهذه الأبعاد مالته تختلف. فأصغر الصورة هنا، أسحبها للأخير. هنا فقط الارتفاع مالتها هو اللي بتغير، أنا أقدر بالترانسفورم أغير بالأبعاد الارتفاع مالتها اللي هو هذا الارتفاع مالتنا.
اقدر اكبرها منها. راح تلاحظون انه قاعد تكبر الى ان نوصل الى الاخير، لكن اوكي احنا ممكن نخلي هاي الصوره بهالحجم هذا. البقيه الجزء الباقي اللون الاسود مالته ممكن انت تريد تغيره، تخلي لون ابيض او اي لون اخر حتى يكون شكل الفيديو يعني افضل من وضعك الحالي الشاشه السوداء. فلذلك نختار شنو اللي نختاره، نختار color source، نختار اللون لون الخلفيه الكلر سورس. هذا الكلر سورس ايضا يعطينا كرييت نيو لو انت مستخدم سابقا كلر. اوكي يعني اريد كلر جديد، اختار هنا سيلكت كلر، راح يعطيني هذه. اما اختار من اليمين من الطرف اليسار او اختار من الطرف اليمين حسب الخيار اللي اريده. انا اختار لون مثلا لون اصفر او شيء. اوكي هذا الخلفيه، خلفيه الشاشه اصبحت امام الصوره. احنا تلاحظون ان الصوره تسلسل اثنين وخلفيه الشاشه اللون الخلفيه اصبح تسلسل واحد، فلازم نغيرها، لازم نخلي الصوره اللي اختفت هي رقم واحد حتى تظهر. فهنا هاي العلامات اللي موجوده هي اللي تغير التسلسل. فاذا اشرنا على image وسهم للاعلى راح تتحول هي تسلسل واحد، والكلر image راح يصير تسلسل اثنين. فبهالحالة راح تكون الصورة أمام الخلفية، أمام اللون اللي حتى ما يغطيها، فلذلك ظهرت بهالشيء. أنا مع الصورة أيضا ممكن أتحدث قليلا مع طلابي أو المستمعين، فيحتاج أن أضيف خيار الصوت. فهنا أضيف خيار input audio input capture، راح ينطينا خيار صوت. ايضا نختار جديد. هذا الاوديو انبوت كابتشر، هذا التسميه الافتراضيه، انا ممكن اغيرها، ممكن اغير اسميه صوت، او ممكن اشيل كل هذا واخليه بس اوديو. هذا التسميه، هذا الموضوع فقط للتسميه، يعني حتى لو سميت فيديو وما ياثر، ما راح ياثر اي شيء، انما هي فقط تسميه للتعرف. طيب اوكي اوديو، راح ننتقل حتى نشوف شنو الخيارات اللي نقدر نحصل بالاوديو. أنا الخيار المعتمد بالأوديو هو الـ Reality High Definition Audio اللي هو السماعة مال الحاسبة مالتي، فأختار الصوت. لاحظ أنه قاعد يتذبذب مع ذبذبات الصوت ومع الكلام مالتي، فمعناها الاختيار مالي هو خيار صحيح والحاسبة راح تستجيب إلي صوتيا. إذا غيرنا هذا الخيار إلى خيار آخر، هذا الخيار اللي هو أوديو، نضغط عليه ضغطتين نرجع للخيار واختيار خيار آخر اللي هو هذا خيار الصوت الثاني. لاحظ أنه بعد يتذبذب ويتحرك هذا اللون، دلالة على أنه هذا خيار الصوت مو صحيح. نضغط عليه دبل كليك ونروح على الخيار المعتمد خيار الصوت مالتنا، ونشوف أنه حاليا نقدر نستخدم السماعة والحاسبة مالتنا. هذا بالنسبة للسلايد الأول اللي قاعد نشتغل عليه. قلنا احنا هذا يعتبر مشهد واحد، هذا كله يعتبر مشهد واحد. نحتاج الى مشهد ثاني في خيارات اخرى حتى نكمل المحاضره مالتنا، فنسوي مشهد ثاني. نضغط على زائد حتى ينشئ لنا مشهد ثاني، سماه scene 2، مشهد 2. فالمشهد انتقلنا هسه للمشهد 2. المشهد 2 تشوفه ايضا فارغ، فاحنا شريد بالمشهد الثاني. المشهد الثاني اريد استعرض المحاضره مالتي. عاده التدريسين يستخدمون، على الاغلب يستخدمون الان لتسجيل المحاضرات، اما يستخدمون البرزنتيشن اللي هو الباوربوينت، واما يستخدمون البي تي اف. على الاغلب يستخدمون هذا الخيار. هذا الخيارين نقدر نستخدم، نقدر ندخلهم ضمن البرنامج مالتنا ونسجل بهم. فراح نتعرف شلون نستعرض للباوربوينت بسلايد، يعني مشهد بالباوربوينت، ومشهد ثالث راح اخليه للبي دي اي. فنجي للمشهد الثاني مالتنا، تشوفون انه فارغ بعد ما ضايفين به اي شيء. ف
فراح نبدي بإضافة السورسز اللي هي المصادر اللي يتمكننا من تسجيل المحاضرة. فالمصدر المهم اللي دائما لازم يرافقنا هو الصوت. أحتاج إلى أن أحكي والكلام مالي يكون مسموع وواضح بالنسبة للمتلقي. فcreate new أو اختار أوديو. أنا سبق أن سميت الصوت مالتي سميته أوديو، فأقدر أروح على add existing واختار أوديو وأقول أوكي. لاحظ إنه اختار لي الأوديو الصحيح المناسب. أنا أوكي بالشريحة الثانية أقدر أحكي، لكن الشريحة مثل ما تشوف المشهد مالتنا فار كل شيء ما عندنا. فشون نقدر نستخدم نستعرض عندنا الملف مال الباوربوينت مالتنا. الباوربوينت مالتنا لازم نهيئه مسبقا ونفتح الباوربوينت مالتنا ونخليه مفتوح على سطح المكتب. فهذا الباوربوينت مالتي لا على التعيين خليت بيت الشرائح قص الموضوع اللي انا يعني كاتبه اللي هو انرجي بالانس. نروح على الخيار اللي هو سلايد شو. هنا عندنا فايل هوم انسيرت، نروح على سلايد شو ونروح على سيت اب سلايد شو. سيت اب سلايد شو، طبعا سيت اب سلايد شو هذا الوضعيه مالته بالبدايه. احنا نحول الى براوز باي انديفيديوال ويندو، هذا الخيار. نضغط على الخيار الثاني نختار اوكي. والامر الثاني اللي هو اعرض من البدايه، هذا الملف حاليا جاهز للعرض. نروح ننتقل للبرنامج مالنا. احنا نريد نعرض هذا السلايد شو داخل الشاشه مالتنا اللي راح تعرض كفيديو. فايش نختار؟ نروح نختار الخيار اللي هو display capture. display capture. display capture ايضا راح يعطينا خيار create new لو add existing، نعطي create new. لان احنا ما استخدمنا هذا الخيار سابقا ولا احنا فاتحين هذا الباوربوينت سابقا، نعطي اوكي. الخيار اللي هو الويندو كابتشر، عذرا الويندو كابتشر وليس عندنا هنا الخيارات اللي موجوده. عذرا هنا الديسبلاي كابتشر شفت قبل قليل هو اللي يعرض لنا الشاشه، يسجل لنا الشاشه. فهذا اذا اريده هذا راح يسجل لنا كل الشاشه اللي موجوده، شوفوا شيء موجود بالشاشه يسجلها. فاحنا ما نريد نسجل الشاشه مالتنا وانما نريد نسجل فقط جزء من هاي الشاشه اللي هو فقط الباوربوينت او السلايد الثاني. فنروح على ويندو كابتشر. ويندو كابتشر ايضا خيار يتيح لنا الى انه نسجل من الشاشه من ما موجود ضمن الشاشه، يعني جزء محدد من ضمن الشاشه. فالكرييت نيو ونروح على اوكي حتى يحدد لنا كل الامور اللي مفتوحه بالشاشه. هنا برنامج الاوديو، هنا المايكروسوفت ايج، وهنا السلايد الباوربوينت. فنختار الباوربوينت اللي موجود هنا مالتنا. فاخترنا هنا الباوربوينت مالتنا. ايضا احنا نحتاج هذا الباوربوينت ان يغطي كل الشاشه. تلاحظوا انه يغطي كل الشاشه مالتنا. فنختار الويندو كابتشر، نروح على ترانسفورم، اديت ترانسفورم، ونكبر هذا العرض مالته، الارتفاع مالته الى ان يغطي كل الشاشه مالتنا. هسه عندنا المشهد الثاني مالتنا مثل ما تشوفون، يتكون من
الباوربوينت اللي احنا راح نستعرضه وكذلك قابلية الصوت اللي لازم احنا نحكي ويسمعنا المقابل. فهذا المشهد الثاني. المشهد الثالث اللي نريد نسويه يعني بالنسبة للأساتذة اللي يستخدمون الـ PDF مكان الـ PowerPoint. فإحنا يعني الخطوات اللي أظن يعني تقريباً شبه حفظناها، بالبداية نختار المشهد وبعدين نأخذ السورسز اللي موجودات بالمشهد، يعني شنو اللي نحتاجه. صوت هنا أخذنا صورة هنا، وأخذنا بالنسبة للمشهد الأول وأخذنا color source غيرنا به الخلفية الظاهرة بالشاشة. هنا بالمشهد الأول أنا ممكن أضيف مثلا شعر الجامعة وأخليه هنا ويا الصورة. هاي الصورة اللي موجودة خليها نزلها شوية للأسهل، وخلي معها مثلا نريد خلي شعر الجامعة. فشري إيش أحتاج أضيف؟ أحتاج أضيف صورة مرة ثانية. أروح للإيمج add existing اللي أنا ما مستخدم شعر الجامعة سابقا، أروح إلى create new، راح ينطيني هذه الواجهة اللي تمكنني من أن أفتح البرنامج اللي أفتح تحت سطح الحاسب مالتي وتعرض الحاسب مالتي وشوف شعار الجامعة. هذا موجود عندي شعار الجامعة. أوكي، شوف خلى لي شعار الجامعة هنا، ممكن أسحبه وأسحب هنا. عفو أستاذ حمد. نعم، بس للتنويه أكو شخص أرسل رابط للتسجيل للحضور على الورشة. هذا الرابط يعني يرجى التنبيه أنه هذا ما تابع للمنصة، وما نسمح لأحد أنه يعني يتحدث أو يبعث أنه رابط بالنسبة للتسجيل إلا من خلالنا ما دام صارت المنصة. أنا ما أعرف من اللي أرسله، لكن للتوضيح حتى يتنبهون البقية يعني اللي موجودين. وشكرا جزيلا. أوكي، مرحبا، يلا أوكي، عذرا. نعم، قلنا أريد أخلي شعار الجامعة، خليتها شعار الجامعة، وعندنا تكون الإطار الأحمر اللي يمكنني من التعديل بالحجم. كذلك إذا أنا أريد أغير بالحجم، يعني هنا الطول والعرض مرتبطات واحد بالثاني، يعني أغير الطول راح يتغير العرض بنفس النسبة، لكن أنا مرات ما أريد هاي النسبة موجودة، فأروح على الإيمج نفسها اللي هي خلينا إيمج 4، أروح على Transform Edit Image. شو أنا أريد أزيد الطول أو العرض ما عندي مشكلة، هنا مثلا يزيد الطول أو العرض أقدر أزيده وأتحكم به عن طريق هاي الخيارات السايز مالتها. هذا أقدر أتحكم بالطول والعرض مالتها، وأقدر أخلي عدد غير كلوز، وأقدر أخلي عدد غير متناهي من الصور هنا، يعني أخلي ممكن صورة ثانية شعار كلي أو شيء آخر أقدر أخليه، يعني ممكن أن أخلي أكثر من صورة هنا وما عندنا مشكلة. فهنا وأيضا الترتيب مالتهن، لو كان هذا ترتيب الصورة الأخيرة اللي هي image 4 صار بعد الكلر سورس، العفو هذا هنا عندنا قلنا الصورة هذه إذا كانت ترتيبها واحد يعني قبل الكلر سورس. الكلر سورس قلنا هو الخلفية، اللون الخلفية. لو كانت هاي الإيمج صايرة بعد الكلر سورس يعني أسفل من عندها ما راح تظهر، فهنا الإيمج 4 إذا أسحبها خليها بعد الكلر سورس أصبح ترتيبها 4، اختفت الصورة. فهنا عن طريق هذا السهم أرفعها للأعلى وخليها قبل الكلر سورس، لأن الكلر سورس يغطي كل صورة صايرة بعده. هنا اوكي يعني التصميم هذا اوكي يعني مقتنع به، راح اثبت هذا التصميم اخليه ما يتغير. فهنا اضغط على الصوره اللي ما يحتاج اضغط على الصوره، هنا اذا نحتاج نثبت هذا الاماكن مالتهم فقط نضغط على هذا قفل المفتاح. هسه ما راح نقدر نغير اي شيء بالاماكن مال اللي خليناهن. اذا اريد اغير مكان الايمج 4 لازم افتح هذا القفل وأغير المكان مالته، مثلا اللي يدخلها بالمنصة وبعدين أغلق، معناها أنا ثبتت مكانها بالمنصة. كذلك العين اللي موجودة هي أنا خاف يعني واحد من انتبه عليها، العين تخفي المحتوى إذا كانت غير مفعلة. لاحظ أنه الإيمج 1 الإيمج الأولى الصورة الأولى اللي هي العنوان اختفت لأنه ضغطنا على هذه صورة العين اللي موجودة.
بعدين فعلناها تفعلت الصورة. فعندنا هذا الخيار يعني القفل إذا كان يعني مفعل معناها ما تقدر يعني ثابت الصورة ما تقدر تغير مكانها. والخيار الثاني العين إذا كانت مفعلة الجزء المشار إليه مرئي، وإذا كانت غير مفعلة راح يكون غير مرئي. هذا بخصوص هذا الخيارات. الخيارات الأخرى اللي عندنا هنا قلنا هذا إضافة سورس، إضافة سورس جديد، إضافة صورة، إضافة فيديو، إضافة إيميج، إضافة أريد أستعرض مثلا ملف عندي كله عن طريق الزائد. الناقص هو للحذف، هذا الإشارة الزائد ناقص ماينس بلس، هذه إشارة تحذف أي واحد أشر عليه. سب كلر سورس أضيفه أشر عليه، أنطي إشارة ماينس سالب راح يقول لي صدق أنت هل أنت متأكد أنك تحذف الكلر سورس؟ أوكي يحذف لي الحذف الكلر سورس. هذا في هذه الإضافة وهذه للحذف. طبعا خيار الحذف يعني خيار تقدر تستخدمه بأكثر من طريقة، إما عن طريق الماينس، وإما أن تضغط عليه وتختار ديليت من الكيبورد مالتك، وإما كليك يمين وتنطي ريموف. وكذلك تقدر تغير التسميات مالتهم، لكن هذه كلها الأمور يعني يعني ما يضر إنك ما تعرف هاي الأمور، فقط إنه شلون تضيفها وشلون تقدر تحذفها عن طريق هذه الإشارة الماينس. هذه الإشارة هي حتى تفتحها مرة ثانية إذا تريد تغير الصورة مالتك، هذه المسنن أو الإعدادات. وقلنا هذا حتى يحدد لنا ترتيب مالتهم، ترتيب السورسز مالتنا، يعني ترتيب ياهو الأول ياهو الثاني وهكذا. تقدر تنزل الإيمج 1 تخليها بالأخير بعد الإيمج 4 وتقدر تغيرها بحسب ما أنت ترغب. فهذا الموف أب موف داون، هذا يساعد الخيار السورس للأعلى وهذا ينزل للأسفل. هذا احنا قلنا هسه وصلنا وين للخيار السلايد الثاني مالتنا، وقلنا شلون نستعرض ملف باوربوينت. لان اغلب التدريسين او المحاضرين يعتمد اما على الباوربوينت او على البي دي اف، فقلنا شلون نقدر نستعرضه. هسه تعلمنا الخطوه الاولى، قلنا انه نروح لل قلنا نروح نعم تأكد من الشير موجود ظاهر عندك. أوكي هسا استمع. قلنا تعلمنا شلون الطريقة، قلنا بالبداية نروح للPowerPoint ونروح للإعدادات مالته ونختار الخيار الثاني بها، ونختار ايضا start from beginning. بس عندنا الباور بوينت وجاهز للاستعراض الثاني. والثالث قلنا اذا اللي يرغبون ان يستخدمون البي دي اف، اللي يرغب باستخدام البي دي اف ايضا نجي نسوي سورس. هذا عندنا سورس جديد، هذا مشهد جديد مال العكوسين جديد، نضيف السورسات مالته. اول شيء اروح للاوديو، ما ننسى الاوديو. قلنا إما نسوي جديد create new أو add existing، لكن إحنا الأوديو سبق مر علينا فنختار أوديو اللي هي الخيار المعتمد بالصوت. هسا ضفنا أوديو، نريد نضيف الملف الـ PDF اللي يريده. نروح على Windows Capture. ويندو كابتشر يأهلنا إلى يسمح لنا إنه نختار من الشاشة مالتنا شنو الخيار اللي نريده. فأروح على الويندو كابتشر، شوف شكله موجود عندنا بالديسكتوب. ويندو كابتشر هنا عندنا الثاني ويندو كابتشر نختار هذا، نختار ويندو كابتشر حتى نختار الويندو كابتشر. هذا فوكس ريدر اللي هو البرنامج اللي البي دي اف
هذا الفوكس ريدر اللي موجود عندنا. الخطوات مالتنا كانت كالتالي: ويندو كابتشر ضغطنا عليه، سمح لنا ان نختار الخيار اللي نريده، فالخيار مالتنا هو ال PDF مالتنا. نرجع للبداية، ويندو كابتشر الخيار القديم ما ينفع، لازم نختار خيار جديد. هذا PowerPoint سلايد شو، وهذا الفوكس ريدر. هذا PowerPoint سابقا موجود، ما راح يكون فعال، فنختار الفوكس ريدر اللي هو البي دي اف مالتنا. فهذا اختار لنا البي دي اف اللي موجود عندنا. هذا قلنا ايضا نفس الشيء، نخلي يغطي كل سطح المكتب عن طريق ترانسفورم، اديت ترانسفورم، و نزيد الحجم مالته بحيث يغطي كل شاشة الأرض. هسه يغطي كل شاشة الأرض، اوكي. هسه المشاهد هذه الموجودة عندنا، لكن المشهد الأول قلنا المشهد الأول اللي هو العنوان مالتنا، نقدر عن طريق نبدي بيه بالمحاضرة مالتنا. والمشهد الثاني إذا كنا نستعرض عن طريق المشهد الثاني، المشهد الثاني نحن استخدمنا نفس المشهد، فلذلك غيرناه هنا. لازم نغير، ما نستخدم نفس المشهد السابق اللي استخدمناه. نروح للويندوز كابتشر، ونروح نختار ب لازم نختار العفو الباوربوينت. يبدو انه البرنامج ما يقبل الا صوره واحده بالاخير، فانت اما تستخدم الباوربوينت للويندوز كابتشر، لان الويندوز كابتشر هو خيار واحد وحيد. التدريسي اللي يستعرض بالبي دي اف راح يكون عنده خيار انه يستعرض بالبي دي اف، اما الخيار التدريسي اللي يستخدم الباوربوينت فراح يكون عنده خيار وحيد باستخدام باختيار تسجيل من سطح الشاشه. فلذلك راح نلغي هذا الشيء مالتنا الثاني، ونعتمد فقط على البي دي اف. بعد ما نكمل البي دي اف نقدر نحول نسجل عن طريق الباوربوينت. احنا هنا يعني ممكن احيانا نحتاج انه يكون تواصل مع الطلاب تواصل بصري، يعني مو فقط سمعي. فلذلك يعني ممكن انه تخلي يعني جزء من المحاضره ولو كان دقيقه او دقيقتين تدريسي تكون صورته واضحه على مود. من تكون الصوره مالته واضحه يكون تواصل بصري مع الطلاب، والطلاب يعني بالتواصل البصري يكون استجابتهم اكثر وتركيزهم اكبر. يعني ممكن بالسلايد الأخير اللي يكون أنه التدريس يخلي جزء من الشاشة للويب كام مالته، ويتكلم مع الطلاب ولو كلام قليل. فإضافة الويب كام عن طريق الفيديو كابتشر ديفايس، فيديو كابتشر ديفايس. هذا الفيديو كابتشر ديفايس تأهلنا إلى أن نختار الكاميرا اللي نريدها، اللي هي يعني هنا عندي حاسب الشاشة الحاسبة اللي موجودة هنا، ممكن أن أضيفها هنا الويب كام مالتي. يبقى عندنا بعض الأمور اللي نتعلمها، شلون ننتقل بين السلايدات مالتنا. الانتقال بين السلايدات ممكن أن يكون عن طريق الضغط على 1 2 3 وهكذا.
يعني عن طريق السلايد الثاني والسلايد الثالث. وممكن يكون الانتقال عن طريق الهوت كيز، عن طريق مجرد ان تضغط على كي معين راح ينتقل لك للمكان للسين اللي انت تريده. فهي السينات، السين الاول احنا نقدر نضغط على شيفت 1 راح ينتقل بينا للسين الاول. السين لاحظ انه سين مكتوب اللي هو سين 1. هنا عندنا السين 2، سين 2 اللي هو الاخير نسميه ايضا شيفت 2. هنا سين 3 شيفت 3. لكن احنا الترتيب مالتنا راح ننتقل من سين 1 الى سين 3 ومن سين 3 الى سين 2، يعني ننتقل شيفت او شيفت 1 وشيفت 3 وشيفت 2 ننتقل بين السينات. نضغط على اوكي. هسه لاحظ انه اذا ضغطنا على شيفت 2 شيفت 3 شيفت 1 عن طريق الضغط على شيفت 2 شيفت 1 راح ينتقل بينا للسينات. التسجيل مالتنا عندنا بعض الخيارات، يعني خيار او خيارين، يعني ممكن خيار التسجيل بعد ما هيئنا السلايدات مالتنا لازم نسجل المحاضره مالتنا. فنبدي بالضغط على ستارت ريكوردينج. فمن نضغط على ستارت ريكوردينج راح يبدي البرنامج يسجل. احنا حاليا بالسين الاول تبدي تتكلم، يعني بحسب الرغبه مالتك ممكن ان تستعرض فقط التسميه وتنتقل للسين الثاني واللي هو الريبريزنتيشن مالتنا. لكن شلون تنتقل للسين الثاني؟ تنتقل للسين الثاني باعتبار انه اذا انتقلت للسين الثاني اللي هي التسجيل اللي هي راح تظهر سطح المكتب باعتبار انه هذا جزء من سطح المكتب اللي عرضناه. فلذلك قبل ما تنتقل لسين 2 تنتقل تفتح هذا وتنتقل الى سين 2 عن طريق الضغط على شيفت 2 وتنتقل بعدها عن طريق، وبعد ما تكمل الشرح مالتك الشرح الماده العلميه تنتقل عن طريق شيفت 3 الى المحاضره الاخيره السلايد الاخير او السين الاخير، وبعدها تنهي المحاضره عن طريق ستوب ريكوردينج. هذه ستارت بعدين راح تتحول الى ستوب وعندها راح تنتهي المحاضره مالتك. للانتقال للفيديو مالتك تروح الى فايل، قائمه فايل. طبعا البرنامج عندي ما قاعد يستجيب حاليا مالتك. تنتقل الى فايل شو ريكوردينج، الخيار الاول شو ريكوردينج راح ينتقل فيك الى الى التسجيلات اللي سجلتها وراح تشوف الفيديو مالتك كامل. هذه الامور اللي يعني هاي الامور انا اتصور انه كافيه جدا للتدريس اذا اتبع هاي الخطوات حتى يقدر يسجل محاضره كامله. تبقى امور تحسينيه وامور خيارات واضافات اخرى وتعديل للريزوليوشن اقدر يعني اسوي فيديو مستقل واحمله على قناتي على الايميل، قناتي اللي هي نفس الايميل الجامعي مالتي، عندي بها قناه احملها. بالنسبه للي يحب ان إذا عندكم أسئلة ممكن عن طريق القناة تسألوني أي شيء بخصوص هذا البرنامج. وشكرا جزيلا لاستماعكم. إذا عندكم أي أسئلة أو استفسارات بخصوص البرنامج أنا حاضر للإجابة. أستاذ حميد بارك الله بك، انتهت المحاضرة؟ إي نعم، هذا مو أنا عندي. نعم. قبل الأسئلة طبعا احنا نرحب السيد عميد كلية الآداب الأستاذ دكتور مربد، وكذلك نرحب السيد عميد كلية الهندسة
هندسة العمليات النفطية، الأستاذ الدكتور محمد شويش. احنا نعتذر انه لعدم تنبيهنا، لان كان هو المفروض يعني تكون المقدمة او تكون الكلمة إلى للأستاذ الدكتور محمد شويش. فحاليا اذا هو يسمعنا يا ريت انه يعني تكون له مداخلة هو ودكتور مربد، وبعدها انه نستمع لأسئلة أسئلة المشاركين يعني. السلام ألو، عليكم. عليكم السلام. هلا دكتور محمد، احنا نعتذر جدا. تسمعني أستاذ؟ اي نعم، اي نسمعك استاذ دكتور محمد. انا اعتذر جدا، انت استاذي واتشرف بك. وشكر جزيل لك اخوي الاستاذ وسام، لك ولكل العاملين بأكاديمية سيسكو والمسؤولين على منصة جامعة تكريت. ولا ننسى نقدم شكرنا للسيد رئيس الجامعة والمساعد العلمي الأستاذ الدكتور جودت. وهاي الورشة هي الأولى من مجموعة ورش احنا إن شاء الله معدل ورشتين أسبوعيا بإذن الله، كلها تتمحور حول التعليم الإلكتروني، بعضها تخصصية باتجاهات أخرى إذا الله سهل إن شاء الله. احنا هدفنا انه يكون التعليم الالكتروني هدف استراتيجي عابر ان شاء الله، هدف رئيسي. طبعا هذا متاكد هدف مو بس الكليه، الجامعه والتعليم العام لكل اخواننا اللي يسمعونا من الجامعات الاخرى. احنا نحاول نستغلها وننظر للجانب الايجابي عندها وليس الجانب السلبي. الجانب الايجابي انه لنا ابواب وافق جديده للتعلم عن طريق التعليم الالكتروني اللي متبع منذ سنوات بالدم ذات الجوده العالميه. فاحنا باذن الله نستغل هاي الازمه وناخذها بالجانب الايجابي، وراح نطور انفسنا باتجاه التعليم الالكتروني ونتعلم تقنيات جديده. وصل بالاخير في جوده التعليم بالعراق بالعموم. شكرا مره ثانيه اخي استاذ وسام، وما انسى اشكر استاذ حمد اللي قدم هاي المحاضره، واستاذ موسى المسؤول وحده التعليم الالكتروني اللي نسق، وكل الاخوان اللي تعبوا ونسقوا لكمال هذه الورشه. وشكر جزيلا. شكرا جزيلا دكتور محمد، الله